عطاوني الناس، مشيت الحمام، جيت ما لقيتش بنتي، ما لقيتهاش. ملي سولتهم قالوا لي راه بنتك ربعناها. نمشي بغيت نمشي للقانون، ولكن هذيك السيده اللي كانت ساكنه عندها كان عندها مع المخزن. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنت واجدو في الحي الحسني بالدار البيضاء في قصه القمه في الغرابه، معايا الاخت بشرى. بشرى عندها 42 سنه، هي مسكينه كفيفه ما كتشوفش. بشرى انسانه تحملت ما لم تتحمله الجبال. بشرى اعطاها الله نظر كتشوف بحالها بحال الناس، الا في لحظه من اللحظات كتفقد البصر. اللي غريب في الموضوع انه من بين الاسباب والمسببات هي الكبده، بنيه ديالها اللي 18 عام تبعوا معايا. بشرى كان تمشي حدا الجامع، كنا كنطلبوا الله. الوضع ديالك مزري، ساكنه في واحد البيت انا ما تنبالغش فيه، 2 متر، والمخرج غيضعف في التصوير. غادي تعاودي لي القصه ديالك من الاول، منين تزاديتي؟ السلام عليكم. انا منين تزاديت ما والديا مش تفرقوا، ولدوني انايا، الوالد مشى تزوج، الوالده مشى تزوجات. تزوجات عشت يعني هذيك الساعه باقه بصحيحتي، عشت كندور كنخدم كنروفي على راسي، يعني باقه كنشوف. جا الوقت ما خليت حتى قمت لي ما مشيتش ليها. جات واحد الايام تزوجت، وذاك السيد صابت فهمت انا وياه، يعني صابت تفارقنا. حملت بهذيك البنيه، ديك البنيه ما لقيت عاد من غنمشي. كيفاش بلاتي كيفاش تفارقتو وانت حامله؟ اشرحي لي. صار انا ما عرفتش راسي ديك الساعه كي داير، واش انا حامله واش ما حاملاش، ما عرفتش. تاع لواحد المده عاد باش عرفت راسي بانني انا يا راس حامله. السيد مشيت عنده قلت لي راه كاين، قال لي باش انا عرفتها بانها راه بنتي. قلت لي ياك، قال لي اه. قلت لي صافي. مشوجه به بعقد ولا الفاتحه ولا باش مجوجه؟ لا ما يعني ما ماشي شي زواج، انا ما هذيك الساعه باقه صغيره انايا، يعني مده شنقول لك ما تاع العمر، يعني ما عقلش علي، ما حتى هذيك الساعه باقه صغيره انايا. المهم ما كاينش العقد. لا ما كاينش، ما كاين لا ورقه. هو قال لك انا ما ماشي ديالي. قال لي ماشي بنتي هذيك. من قال لي ماشي بنتي مشيت بقيت مجالوقه لقاتني واحد السيده، داتني عند وحده مشبوهه لا يرتاد عليها. عشت مع هذيك السيده حتى نهار ولدت هذيك البنيه، ولدت عاده بغات تديني ميريسكو باش نولد هذيك البنيه. قلت لهم لا، اليوم انا ما نولد لا في السبيطار لا والو، حيت ما عندي حتى لاكارت ما عنديش، ما بغا يصابوا لي حتى ورقه، ما عنديش ورقيه، ما عندي حتى حاجه. باش الا مشيت للسبيطار غادي يديروا معايا، يقولوا لي فينا هو با بلادي. قلت لهم انا ما نمشي لا السبيطار لا حتى حاجه. صافي هذيك ولدت هذيك البنيه، ولدت يعني ما كرفصتنيش هذيك الدريريه، سبحان الله العظيم ما كرفصتني ما والو. ولدت عنده في الدار، وما ما بغاونيش نولد هذيك البنيه في الدار. سميتها، رضعتها 4 ايام. من رضعتها 4 ايام مني شان نقول لك، ما بغاش تشد لي، حتى انا عندي واحد الحرقه في صدري، هذيك الحرقه اللي عندي في صدري ما بغاش تشد لي الدريه. كملت لها الحليب دار الضاعه، كبرت هذيك الدريه. مشيت انايا الحمام، كاين الناس داوني الناس، مشيت الحمام، جيت ما لقيتش بنتي، ما لقيتهاش. مني سولتهم قالوا لي راه بنتك ربعناها. حليت هذاك الشارجر عندهم، من حليت الشارجر عندهم
قصان تاعر واش يدي ولده ويقول لي صافي دابا اللي عطاه اللي عطاه دابا دير امرك في الله سبحانه وتعالى وما عندك ما ديري. قلت لهم علاش اللي ما عندي ما نديرها كبدتي هذه كرت واحد ما كيسمع في كبدته صافي بقيت بحال هكا نبكي نهار على نهار نهار على نهار. الوقت اللي داو لك البنت شحال المده بينه وبين ميت زادت شحال دوالي تسميتها تدوزت السمية ديالها سميتها انا شحال ايام شهر شحال سيمانة شحال دوزت عندي جوج سيمانات دوزت عندي الدرية جوج سيمانات صافي مني سميتها هذيك الساعة الدولية البنية جاوني داو لك البنية تقريبا تقريبا شحال كان عندك في عمرك نقولك هذيك الساعة ما عارفاش انا بالضبط شحال شحال تقريبا ها تقريبا شحال كان عندي نقول لكم كانت عندي شي 26 ولا 20 عام ما قال 26 20 ما مشيتيش للقانون ما مشيتيش ديكلاريتي بهم يعطوك بنتك ما بغيت نمشي بغيت نمشي للقانون ولكن هذيك السيده اللي كتساكن عندها كان عندها مع المخزن ما كانش انا عندي امكانيات باش انا غادا نمشي نوقف في المخزن باش هما يوقفوا معايا حتى انا ماشي بوحدي انا ماشي بوحدي حتى انا كانوا عندها بزاف يعني كتخافي منها وصافي ما مسالتك ما المخزن راه كيبقى مخزن القانون قانون غير هو انت كنت تخافي منها كانت كتهددك اي كتشد لي اي نقطه ضعف انا حوايج هربتو ما مشارجم باش انا سلت من عندها لحظه حوايج ما مشارجم باش انا سلت من عندها يعني مين مشات لك البنت وهي كتهددك واش انت كنتي باقي كتشوفي باقا كنشوف قلت باقا ديك الساعه كنشوف ولكن ملي مشات لي البنت صافي جيت انايا بقيت خدامه على راسي صافي ما قلت انا اش غادي ندير دابا انا صافي يعني بنتي بعواليا والديا ما كيجوش عندي ما حسن انايا نمشي ندور نقلب على طرف ديال الخبز هي فاش جيت هنايا بقيت عايشه انايا سكنت هنايا في هاد في الكوزينه بقيت ساكنه فيها بقيت ساكنه فيها ولكن كنتفكر بنتي انا دابا بنتي هي الوحيده اللي عندي انا الا جيت نحسب انا انت عندك دابا 42 عام في الوقيته اللي مشات لك البنت بالمقارنه مع العمر ديالك يعني تبارك الله راه سنين ما عمرك قدرتي توصلي لشي انسان ولا انسانه تحكي لي القصه ديالك انه يقدر يوصلك دابا دوك الناس باقيين تعرفيهم فين كاينين اللي هما باعوا لك بنتك لا مشيت عندهم قبل ما يمشي لي النظر مشيت عندهم كذا ديك الساعه خدامه شويه مشيت عندهم بوحدي زعما ما بغيت ندي معايا زعما حتى واحد مشيت عندهم قلت لهم انتما وروني راس الخيط وانا راه مصوره بنتي ولا عطيوني هاد التصويره اللي تبقى دليل عدي يعني شي حاجه قالت لي شوفي قالت لي التصويره شرقناها والدليل راه حنا ما عارفينهاش دابا فين كاينه دابا هادوك الناس باقيين عايشين راه كيقولوا باقا عايشين يقولوا هذيك السيده راه وقع لها مشكله تشلات ومضارته ورا تشلل ولا مع من غندوي هذيك ما عارفه هنا واخا هنا غادي نرجع معاك البنت غادي تقولي لي امتى انت ما بقيتيش كتشوفي دابا 6 سنين كيفاش جات هاد قلتي لي في الاول من تسجيل السبب ديالي هو بنتي قلتي لي انا مشات تعصبت وانت ما بقيتش كنشوف كيفاش اشرحي لي بقيت كنبكي كنبكي كنشوف راسي لا يعني تعاجة ما عندي لا حياة لا 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 الكبده ديالك كتشوفها مشات لك معيشه احنا كاع خارجين دابا كنمشيو للجامع كندخلوا طرف ديال الخبز دابا شنو بكا دابا هو اللي كيصدم لي دابا بقي معايا في امتى ما بقيتيش كتشوفي اعطيني بالضبط كيفاش لقيتي راسك ما كتشوفيش ومني مشيتي الطبا وشنو قالوا لك على الشوف ديالك عاودي لي على الشوف باش الناس تفهم معنى القصه ديالك دابا نهضوا شي ناس الله يجازيهم بخير داوني احسن طبيب
ميتوك الناس كيفاش لقيتي راسك ما كتشوفيش؟ كتجي لي الضباب على عينيا. انا دابا كنخدم واحد القهوه ديال المسمن، انا ملي كتجيني هذيك بحال النحله قدام عينيا كنقول شي حاجه، يعني شي دبانه هذيك ولا راه هذيك راه انذار ديال الشوف. هادشي وقع ليا في 2018 كنت جايه خارجه من خدمتي، ما بين عليا خارجه جايه لمحيلي، وانا نطيح في الزنقه، طحت في الزنقه هزوني الناس داوني السبيطار. حليت عينيا ما كنشوفش، وبقى يعني كنت كنقشع شويه بشويه بشويه بشويه، كيبغي بقى يمشي ليا داكشي صاوي طلع 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 دولة الناس الاولين داوني عند الطبيب. هذيك الساعه كان 2018 خلصوا ليا لا فيزيت الله يجازيهم بخير. قال لي الطبيب عمليه كانت عندك 120. ملي جيت انايا حد السيده هنايا كانت عيطت لعائلتي، قالت لهم هانتوما هاد السيده باش يرجع ليها النظر ديالها عاونوها جمعوا لي هذاك الشيء قسم الله، نديروا شبكه وندوروا على الناس وجمعوا لي هذاك الشيء قسم الله، ونمشيو ندوها للسيده نديروا لها العمليه قبل ما يمشي اللي وقع اللي وقع. اش قالت لهم امي؟ كان موعده. اش قالت لهم؟ قالت لهم انا ما رضاش انا ندق على شي واحد باش انا نجمع لها باش دير لي العمليه. ديال الاولاد عندها؟ عنده دابا ثلاثه. وباك شحال عنده ديال الاولاد؟ عنده جوج. هي خمسة، هادوك الخمسة ما عمرهم سولوا عليك؟ لا حتى واحد ما كيبغيني انا. شكون اللي شكون غير رضا بالربيبة؟ حتى واحد ما كيرضى بها. اللي كندوي معاك يقول لي انا ما في حاليش، عندي ما ندير لك، انا ما في حاليش، ما عندي ما ندير لك. انت هاد العملية اللي كدوي عليها باقي الطبيب كيقول لك 120 في الديري؟ لا ما بقاتش دابا، اللي عطا اللي عطا يلاه داوني ثاني الناس عاودوا ليا دوسي اخر. قال لهم السيد كتشوف الطبيب ضرب راسه ملي شافني باقا صغيره، داوني الناس الله يجازيهم بخير، ضرب راسه زدت الفوق وضرب راسه. قال لهم هاد السيده قالت غتنجح لها العمليه، ولكن دابا راه ولا دواء الجلاله سدت لها العين والشبكه تقبات تقلعت من بلاصتها، والطنسوت العينين طالع بزاف. هي فاش خرج ليا جوج تقطيرات دابا، وحده ديال الحساسيه وحده ديال الطونسيون ديال العينين، خاصني نبقى نديرهم توجور واخا ما كنشوفش غنبقى نديرهم، حيت لما درتهمش عينيا كيطيبوا ليا. السؤال الاخير اللي عندي معك ابو شر الله اللي عنبك، هو المعلومات اللي بقيتي كتبحثي على بنتك. دابا بنتك تقريبا تقدر تكون عندها على حساب هادشي اللي عطيتيني واحد 16 عام تقريبا ولا 17، ياك ما عطوكش شي معلومات على هاد البنت؟ لا حاجه وحده اللي عطاوني عليها، قالوا لي راه في الطاليان دابا راه عايشه بخير، حيت لا جات عندك راه غادي تكرفص. قلت لهم واخا في الطاليان انا بغيت نتواصل معاها. هما قالوا لها الحقيقه بلا انت ما ولا شنو قالوا؟ ما قالوا لا والو، بنتي انا مشات بلا كتبه بلا حتى حاجه. شي تصويره ديالها عندك؟ شي التصويره ديالها شرقوها ليا، خذوا لي كاع وريقاتي ديالها خذوهم ليا، ما عطاوني حتى حاجه. قال لك بلا ربط حوايجي من شر ما باش نسلت منها، ثمن لاكارط هذيك الساعه صوبتها خدتها ليا باش جبتها بالزز، بغات نبقى ساكنه معدا ولا ما عرفت شنو بغات تفور، ما فهمتش انايا ديك السيده اش بغات دير معايا. ودابا انا بغيتها تصبر لنا زعما شي حاجه نتسامحوا معاها، نموتوا الحياه هذه راحت بنتي. عمر شي حد ساعدك قال لك توصلي للقانون وتقدمي شكايه في الموضوع؟ ما ربنا تبان هاد البنيه ديالك؟ لا لا دم قالوا لي ديروها في المختف، ولكن ما عقلاش على التوحيمه على حتى حاجه، ما عقله على حتى حاجه على بنتي انا، ما عقله على والو. حد خو زيتها دي تاع المصور صورتها جبتها عطيتها. ولكن هاد الناس فين كاينين وفين ساكنين كتعرفيهم؟ كنعرفهم. انا غنمشي معاك لحاجه اخرى، انت دابا كاريه في هاد الميترو هذا، هاد الكوزينه، كتمشي حتى الجامع كتطلبي الله سبحانه وتعالى، كنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى، شكون اللي كيقدر يساعدك ولا يساعدني؟ اشي ناس دابا ملي كدير بحال هكا
شبيكة كدور على الناس كذلك شلي قسم لها دمو الخمسة درام دمو العشرة درام تجي جمعوا لي دي 500 درهم. المو الضو كان جمعوا عليا في الجامع كان جيني 3000 3200 3400. ما عيشي لما دخلت شي خبزة ما كيش لي عطايا ليا. انا شوفتيني قبيلة على الام قالي الاب باك ما مرح نفكون لا والو كيش والو ما شفتيه تقريبا ما كنشوفوش انا كيما قلت قبيله ما كنشوفش انا باكي صيفط ليا مارتو زعما ما كنشوفش با مارتو شنو كتقول لي مارتو اش كتقول لي كتقول لي ربك مريض ولا ربك ما عندوش راه كاين كاين صافي انا كنعيط لبا ديريكت وهي هو كيصيفط ليا مارتو ما كيجيش عندي كيحطها بعيد حتى هو عنده طوموبيل كيحطها بعيد كيقول لها سيري عندها شوفيها شحال هادي ما شافكو جات عندي شي جوج سيمانات دابا باش جات عندي مرتو جات عندي مرتو شي جوج سيمانات دابا جابت لي واحد خبيزه خبيزه عجنت الخبز بالدار وجابت لي خبيزه صافي صافي هو ما يشوفكش لا ما جاش عندي لا هو ما قاعد في ذات من ما كيش حتى وباش انا ما نكبش ما نكبليش الاعصاب وما غاديش نتخلوط في راسي وما غاديش ندير وكتشوفو كمليوح هنايا ما كاين لا رحيم لا اللي يسول عليك ولا اللي يعرفك واش مريضه ولا صحيحه واش خاصك واش ما خاصكش واش معشيه ولا ما معشياش ولا حتى واحد الله يفرجها لك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا الاسئله اللي مبدئيا انا صراحه دخت داكشي اللي قدرت عليه في الاسئله وضفته معاه لانه شق انساني ضحيه انشقاق بين الازواج الاب تزوج له حياه خاصه الام وكذلك كتب لهم ربي وليدات هاد الاب والام كانت عندهم بنيه واحده اللي هي بشرى المآل ديالها الى حللنا في الموضوع بناء على التصريح اللي عطانا كنشوفوا انه ذاك الفراغ هو اللي قدرات انه تعيش حياه خاصه ولكن ما عندهاش استقرار في النضج تسبب في علاقه نتج عنها ابنه هذيك الابنه بقات لانه الله يسمح لنا من الوالدين كتبقى هي بنتها كتذكر ليلة نهار بعد سنين طوال ضحات في الدنيا وهي مرأة في لحظه من اللحظات ما تتبقاش مسكينة تشوف حاليا كتسكن في هذا المترو هذا اللي بصح نيت كوزينة تنطلب الله عز وجل وجه المغاربة أننا نضافر الجهود بيننا ونساعد الأخت وفق المستطاع هذا الشق الأول وكذلك دور الجمعيات للإسهام في تبيان الحقيقة في الموضوع مادام هاد الناس باقين على قيد الحياة يرضيوا الضمير ديالهم ويرضيوا الله عز وجل يعطيوها الحقيقة والمعلومات شكون هي الإبنة لأنه هذيك الإبنة على الأقل هاد الأم تعرف الحقيقة ديال بنتها. مشاهدينا الكرام سوف أبقى متتبع لهذا الملف وغادي نوضع رقم الهاتف ديال الأخت. النداء ديالنا جل المغاربة كل من ساهم أو ساعد في هذا الموضوع سواء في البحث عن الإبنة وكذلك في الشق المالي لها هي في الظروف اللي كتعيشها أب والأم تخلوا عليها بهذه الطريقة المآل ديالها هو المتاهة وهي مسكينة ما كتشوفش. مشاهدين الكرام قصة كتألم صراحة. تعليق المواطن شكرا لكم.